But never lessons and things like that. I played polo in college. Polo, hold out. Did they find men? هاي جايز النهاردة رايحين نعمل هورس رايدنج. ده أول هورس رايدنج ليا أنا وأبي. أخدنا قبل كده طلعنا قبل كده هورس رايدنج بس قبل ما نتقابل, ودلوقتي أول يوم لينا نطلع هورس رايدنج. شايفين الستيبل؟ Muy bien. يا استاذ. شايفين يا جماعه, يعني كلهم ناس كبيره وكل واحد بياخد باله من الحصان. المفروض ان انا هركب الحصان ده ومعرفش مين هيركب ده. وصاحبتنا تشاتشا تشاتشا, احنا كنا عاملين pet set for her. كنا قاعدين في بيتها مقابل اللي احنا ناخد بالنا من الكلبين بتوعها ناب وداتش. البيت بتاعها اللي هو كان شبه فصل عصافير مفتوح من كل مكان ده. وخلصنا البيت سيت من زمان زمان, يعني اكتر من شهرين, وهي دلوقتي مسافرة وبتقول لنا تعالوا اعملوا البيت سيت تاني عندها في البيت. بس احنا للأسف احنا محجوزين. احنا كنا حابين نروح نقعد عندها لان حبينا البيت بتاعها جدا جدا. فالمفروض بقى, يعني احنا بقى لنا اكتر من شهرين ما شفناش, فاتفقنا ان احنا نتقابل بما ان هي عندها حصان. فقلنا خلاص نتقابل ونطلع كلنا نعمل هورس رايدنج. فحبيت يعني, فالنهارده اول يوم هنطلع نعمل هورس رايدنج. وتشاتشا بقى لنا اكتر من شهرين من اخر مره سلمناها البيت مشينا. صراحه اتبسطنا جدا في الاقامه بتاعتنا, وشخصيه جميله جدا وكانت ذوق جدا معانا وجبت معانا كتير جدا يعني. بس فده حاجه كنت عايزه اقول لكم, يعني علاقتي باصحاب البيوت لذيذه ازاي. و هنقضي يوم جميل. شايفين العربية دي مليانة حاجات الخير من جوا. شايفين؟ نايس كارافان. هم حاطين على وشهم زي مش كده عشان الدبان بيضايقهم فما يقرص ثاني. شايفين الستيبل عامل ازاي كيوت. طبعا يا جماعة يعني دي مش احسن خيل في الحياة. انا دايما بيبقى عندي تخيل الخيل اللي انا راح اركبه اللي هو الحصان الاسمر الطويل العالي الفريزيان ده. انا بحبهم جدا, شكلهم بيبقوا حلو قوي. بس يلا, اصلا خيل غالي. يعني احنا النهارده دافعين مبلغ يعني تقريبا كام بكتب لكم على الشاشه نسيت, عشان نركب خيل عادي. هما هنا بيحافظوا على الانيمال رايتس جدا, فبس بيعملوا هورس رايدنج في الصبح عشان الخيل كمان ما تحترش, وجو حر اصلا. بس شايفين بتقول عشان في فلايز كتير فهم بيرشوا على الخيل زي سبراي كده عشان عشان الدبان يروح بعيد عن جسمهم زي اوف كده بتاع البني ادمين. Hey Ivy, how are you darling? How are you, darling? That's the softest little eyes. Yeah, look at that. Yeah, it's like the softest eyes. Yeah, exactly. Oh, I know. You look like your ears are done. You don't have flies there now. Hi, Ivy. Hi, darling. You're such a good girl. Hi, Charlie Paul. Yeah, you saw Egyptian?
Egipcia. Egipcia? Yeah. Sí. Wow, la pirámide de Egipcio. Qué bueno. Yo soy Baja Sur, here. Sí. Sí, aquí. Diferente, ¿eh? Muy diferente. Muy diferente a Egipcio. Y Adi de Escocia. Escocia, wow. Mucho color en Escocia, wow. Mucho frío en Escocia. I'm absolutely delighted we're not having to mount from the ground. You're not having to like, get up from the ground. Yeah, I can't do it. Yeah, no way. Oops. Okay, so what we're going to do is I'm going to walk or maybe right over here and then we'll get your stirrups all fixed because they're a little short and we'll do a little ABCs of riding, but we might as well do it in the shade, huh? Wow. Hello, Fabio's delivery. Her name? His name? His over here. Her name is Milagros. Milagros. What does it mean? And miracle in Spanish. Miraculous. Yeah. Okay. So I like keep the reins about there, and then you could balance on the horn with your other hand, but hold them about there. And so for her, like that, slow down, harder to stop, but she's already stopped, so I'm not gonna pull on her. Right. Left, and then just kind of cruising. If you want to, oh, sorry, I didn't keep it there. And if you want to go, it's kind of, you okay. know. So let's take this foot out, and I'll drop this. Oh, it's so tiny. Wait 1 second. Like forward, forward, forward. There, just relax. Proud of you. Beautiful. Yeah, that one's pretty good. No. Nothing wild. I'm not a fan of the Okay. Beto. كله مانجا وهي عايزه تاكل مانجا الطريق كله مانجا والخيل بيحب المسكر كل ما تشوف مانجاي عايزه تقف تاكلها نو جو كويس ان الدنيا مغيمة مش عايزة شمس بصراحة حتى محطتش سان بلوك لاني لما بحط سان بلوك بحس ان هو بيغلي على وشي بيغلي بحس كده بغليان وبحس وشي مش برتاح لما بحط سان بلوك يعني ايه انضف انواع سان بلوك ما بتنفعش معايا بحس ان انا حرانة والاويل ده بيسخن وشي جامد انتوا اكتبوا لي تجاربكم على سان بلوك او سان سكرين شايفين بحر شوفنا زي اثار كده سلاحف بتزحف شايفين راحة تجاه البحر سلاحف. So they
come up, you follow the track up, and then normally there's like an area that looks like it's been distressed, you know? But that one, not so much, just because she went in a circle. Yeah. Maybe she said, no, not the right spot. They're like Indian spices. بيني وبينكم خايفة يا جماعة، قبل كده عملت حادثة بالحصان فعندي رعب. Oh, look at her horse, she's scared. Nice. Look at the sky and the home over there. Yeah. Balaba. Balaba above Balaba. Balaba Tower. Balaba Tower. A Balaba Pyramid. And the lighthouse there. Yeah, it's beautiful. Get me in. Yahoo! Okay, boy, Adi. Ride my horse. Yeehaw, I'm done. Where is your where is your web? الحصان بتاعي تعبان. طلعت كانتر واحد بس. ده ميزة الأجانب، لما بيدخلوا بلد بيعمروها وينشروا الثقافة الحلوة الناس الجميلة من نفسها. اللي كانوا قاعدين هنا مكسيكان قعدوا بيشربوا بيرة وسابوا الكنز كلها على الأرض، فهي بتنظف. واقفين هنا مستنيين أصحابنا يجوا وبيديهم وقت ياكلوا شوية مش حرام كده. المانجا يا جماعة كلها على الأرض. كام المانجا؟ كام المانجا في مصر دلوقتي؟ هاتيلي واحدة. هاتيلي واحدة معايا كيلو بيكس هوب. That's all mango tree. مانجو هيد. يا جماعة بكام كيلو المانجا دلوقتي؟ شايفين المانجا يا جماعة كتير على الأرض. Says, yes, I am. Oh.
Thank you, you. Is it her birthday? ريتا عمال يقول لها هابي بيرثداي عيد ميلادها كان امبارح. ترينتا سيتي وصلنا للستيبل. خلصنا الرايد. Look at her horse. Adorable. Oh, her horse is stunning. Can you reach from there? Yalla boy. هنحطه في الجراج بتاعه. انا مش قادرة امشي. Witchy babe. You can put in the sunshine face upward okay. On the rack there. Thank you. احنا صغيرين قالوا لنا الاجانب ليهم حظ الدنيا واحنا لينا حظ الاخره. احنا يعني شايفين هما بصراحه شكلهم هياخدوا الاثنين واحنا مش هنطلع باي حاجه. شايفين القمر غزال غزال ما شاء الله تبارك الله. صغيره وهورس رايدر جميله والحصان بتاعها يعني يجنن. Muy bueno, bravo. ¿Cómo se llama tu cabello? ¿Huh? Cisco. Cisco? Yeah. Oh, so pretty. Oh my goodness, I'm the star. Yeah. You are a star. Oh, he or she? He. Yeah. You are a star. You are a star. Lovely color. Oh my goodness, you're such a terrible. How old is she? Is he? Nine. Let's go. Yeah. No water? No water. Oh my goodness. Look at Gamal. جماعة انا عطشانة لدرجة اللي انا شربت ده كله دلوقتي يعني شفطة. سيب شوية لجوزي حرام. Have some water. رأيكم عربيتنا الجميلة الجديدة نيسان. I love 4x4. Me gusta 4x4. Greek god that's come from the past, you know? Yeah, I mean, you know how to say
like go six different ways. What? But it's, that's amazing. Yeah. And can mo- So before we were feeding him four flies and that would fill him up. And now it's like 20 flies. And I said, we can't catch this many flies. I love it. Come on, his meat again. Beep, 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 beep. But see, his crop is full already. Yeah. So he's probably had enough. Pop, 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 pop. It's meat. Oh, okay. We're not. It's the same. Really? He's weighed the same thing. Oh, 0.49. 0.49. Well done, little king. Yeah. Yeah. Give some weight. So this is the first time he's well had done. A game. Well done, little king. David, jealous. He's looking so at sweet. Him. Look at him. Come on. Come on, sit on my hand. Shot. It, but the meat doesn't stick very well. Here, let me say goodbye by these guys because it's going to take some time. Ta-da! Shiny. Oh my, there's too much mango. Yum, 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 smoothies. You don't eat all of that. You're going to put them in smoothies with the yogurt. I mean, where can you just go and pick mangoes off the ground? Amazing. Yeah, for free. Yeah. يا جماعه احنا لقينا المانجا دي وقع هنا رحنا جمعناها عشان ناكلها for free free and super fresh and super fresh and yeah. nothing sprayed on them yeah يا جماعه اتفضلوا معنا المانجا نزل يجيب تاني مانجا مرميه شايفين مرميه على الارض كل حد شايفين اللي هناك ده كله مانجا اتفضلوا معانا مانجو Hola amigos! Manguitos! Manguitos, yeah! Shaking it, for free! تكملة السفر أبو بلاش مانجا ببلاش How many one did you pick up? I got the size of these Oh my goodness Look Oh my god, شايفين مانجا سكر سكر How many one do you have? No, show me the yellow one يا جماعة أنا آسف على المنظر بس احنا كل ما بنمشي بنلاقي مانجا مترمية على الأرض كل اللي هناك ده مانجا ده شبه مانجا يا الناس ليه راح نجيب مانجا تاني enough Adi we can't eat all we need to donate it to people Can we give it to people or someone? I don't know, but we are not gonna eat all of that. Adi راح يجيب لنا مانجا وقع من على الشجرة for free. ده كان يومنا النهاردة في الهورس رايدنج. أتمنى يكون اليوم اتبسطتوا معايا وقضيتوا وقت حلو. ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتشاروا الفيديو لأصحابكم وتشوفوا الفيديوهات القديمة وتابعوني على الانستجرام وستورياتي كلها في السفر حول مش عايزة أقول أنحاء العالم بس أنا إن شاء الله ناوية أزور كل أنحاء العالم بس اللي متابعني عارف إن أنا سلو ترافلر يعني لما بوصل بلد بقعد فيها وبستقر وأتعرف على كل الكالتشر وأستطعم كل حاجة في البلد مش اللي هو أروح أزورها كده 15 أيام وأرجع إحنا بنعيش في البلد تنسوش طبعا تتابعوا قناتي التانية اللايف ستايل وبتكلم برضه استنى كده نشوف نفسي شكلي شكله حلو اللايف ستايل حياتي انا قرب اكتر وتابعوني برضه على سناب شات يلا نشوف مين كده